الإخلاص اللي بيبقى سر بين الإنسان وبين ربه فقط، لا يطلع عليه ملك ولا يعبث به شيطان، علاقة بين ربنا والإنسان فقط يعني. فلا، طب الظروف الصعبة دي هنتجاوزها بفضل الله، بفضل الله، بفضل الله. وبكرة تشوفوا. أهلا بحضراتكم. النهاردة معاكم هنناقش موضوع في غاية الأهمية، هنفهم من خلاله إيه اللي هيحصل خلال الفترة القادمة. يعني أنا جايب لك فيديو هيوضح وضع الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الفترة القادمة، وطبعا أنا مش صاحب هذه المعلومات، يعني أنا كل معلومة هقولها لحضرتك هي جاية من مؤسسات مالية دولية بدين عنها مؤسسة أو يعني مجلة بلومبرج. واللي أنا جايبه لك الفيديو ده على أساسه ممكن تضع خططك المستقبلية للفترة القادمة. يعني واضح جدا ان احنا بنتكلم على ما يسمى كده ديبريكيشن، يعني تقلص. طبيعي جدا ان احنا بنتكلم على تقلص لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار. وهنا كلامي مش واضح او مش فقط بيقتصر على الجنيه المصري، يعني انت عندك عملات بتسمع انها عملات جيدة طول عمرها، عملة اليوان بتتقلص، اليوان الصيني بتتقلص مقابل الدولار، اليورو بيتقلص مقابل الدولار، الليرة التركية النهاردة 1 ليرة يعادل 1 جنيه. وخد بالك كلمت قبل كده على تركيا وقلت لك ان الدولة دي غرقانة سياح، يعني عندك سياح من كل الدنيا موجودين في تركيا، ورغم كده الليرة التركية بتضعف. هقول لك رقم تاني، في 2016 الليرة التركية بتعادل 5 جنيه مصري، النهاردة 1 ليرة يساوي 1 جنيه او 1.6%، يعني حاجة لا تذكر. ولكن الواضح انه في تقلص ايضا كبير جدا لقيمة الجنيه المصري. عايز تعرف ايه الوضع القادم؟ تعال اقول لك ايه اللي هيحصل خلال الفترة القادمة، ولكن خد المعلومة اللي ربما ايضا تهمك جدا، كلها معلومات اقتصادية اتمنى حضراتكم تساعدونا في نشر كل ما ننقله لحضراتكم، لانها معلومات مهمة بتغيب عن الكثيرين. رقم 1، انت في دولة عايز تعرف وضع الباسبور بتاعك اللي بناء عليه انت بجواز السفر ده هو مؤشر على قوة دولتك. في مؤسسة خاصة بتصنيف يعني جوازات السفر تبني معلوماتها بناء على مؤشرات او ديتا، بيانات بتاخدها من هيئة النقل الدولي الجوية، مؤشراتها ومعلوماتها بتتحدث عن قوة الباسبور المصري في وسط 112 تصنيف. تخيل حضرتك الباسبور المصري النهاردة رقم كام؟ اقولك المعلومة، رقم 94، يعني انت باسبورك 94 من مجموع 112 دولة. لو قلتلك المعلومة دي فقط وتوقفت عن ذلك هتفهم الصورة خطأ. خد المعلومة دي، عندك باسبور في دول اضعف منك والباسبور ده اقوى منك. اقول لك على دولة اسمها تشاد. تخيل حضرتك الدولة دي الباسبور بتاعها اقوى من الباسبور المصري رغم انها تعصف بها الاضطرابات. اقول لك اقوى من ده، تشاد دي دولة المفروض انها في ترتيب قوة اقتصادات العالمية ترتيبها 144 من حوالي 196 دولة على مستوى العالم. دولة المفروض ان حصة المواطن فيها من اجمالي الناتج القومي 600-700 دولار، ورغم كده الدولة دي الباسبور بتاعها اقوى من الباسبور المصري. الفكرة انه مش متعلق الموضوع ب قوة اقتصاد الدولة او ضعف اقتصاد الدولة، رغم ان مؤشر لا يستهان به. يعني انت النهاردة في دول انت اقوى منها، دولة زي ايران انت اقوى منها، اثيوبيا، لبنان، ولكنها دول ايضا ضعيفة اقتصاديا. دولة زي موزمبيق هي اقوى منك في الباسبور بتاعها. دولة زي اوكرانيا، انا بكلمك على دول بتعصف بها الاضطرابات سواء موزمبيق او اوكرانيا او تشاد، الثلاث دول دول اقوى من الباسبور المصري. السؤال هنا، هل الباسبور المصري في مرحلة ضعف؟ يعني هو رايح ناحية الضعف ولا رايح ناحية القوة؟ الإجابة رايح ناحية القوة. هتقول لي بيجيب الكلام ده منين؟ هقول لك انه ترتيب او تصنيف الباسبور المصري كان من سنتين وقت كورونا 97 على مستوى العالم. خد عندك المعلومة دي، الباسبور المصري رغم رقمه اللي انا بكلمك عنه اللي هو المركز 94 على مستوى العالم هو في اقوى حالته من 2008. خد رقم تاني، الباسبور المصري في 2008 كان رقمه وترتيبه عالميا 78، ورغم كده كان عدد الدول اللي هي الفيزا فري ودي اللي بتقاس منها قوة الباسبور، يعني الباسبور ده مسموح انه يدخل الدول دي بدون فيزا، وقتها في 2008 كان عدد الدول الفيزا فري اقل من عدد الدول الفيزا فري النهاردة، ورغم كده كانت قوة الباسبور وقتها اقوى من قوة الباسبور النهاردة. وقتها كان الباسبور بيتفوق على المركز ده 16 مركز، وعدد الدول اللي بيسافر فيها الباسبور المصري اقل من عدد الدول الحالي. النهاردة انت تقدر تسافر 53 دولة على مستوى العالم بدون فيزا. وهنا اللي انا بطرحه لحضراتكم انه للاسف لا تجد دول عربيه فيزا فري بالنسبه للباسبور المصري غير يمكن دوله او اتنين، اعرف منهم دوله اسمها الاردن. الاردن يعتبر الدوله العربيه الوحيده اللي تقدر
او يقدر الباسبور المصري يدخل ليها بدون فيزا. وهنا انا بقول لحضراتكم لانه جزء من الموضوع الهام اللي احنا لازم نناقشه النهارده لما نتكلم على الاقتصاد وعلى قوه الجنيه المصري. ازاي احنا كعرب يكون باسبور مصر مش قادر يدخل كل العدد ده من الدول العربيه؟ طبعا انا مقدر ان في دول عربيه هي دول عندها اقتصاد قوي وبتحتاج لعماله، وبالتالي تكلفه العماله ده عشان يقدر يسافر هذا العامل او الموظف او الشخص اللي اشتغل في دولة عربية لازم يحصل على فيزا عشان تتكسب منه هذه الدولة عشان هي هتكسبه فيما بعد. لكن في دول الباسبور المصري مش بيدخلها وهي دول تعتبر يعني لن تفيد اذا سافر اليها المواطن المصري، ورغم كده مفيش فري باسبورت لهذه الدول. اتمنى ان احنا ننتبه لهذا الموضوع بالنسبة لعلاقاتنا بالدول العربية في مدى فري الباسبورت او مدى ان الباسبورت يكون متاح وصالح لدخول عدد اكبر من الدول العربية بدون فيزا. اللي عايز اقوله لك هنا ان احنا لما بنتكلم على الاقتصاد طرح الدكتور مصطفى مدبولي وجهة نظر. قال يا جماعة احنا في ازمة النهاردة. كان عمل لقاء مع 45 رجل اعمال ومؤسسة وشركة وبنك كويتي في مبنى الاستثمار الكويتي في مصر. قال لهم يا جماعة احنا كعرب كدول عربية يجب ان نتضامن معا في هذه الازمة. يعني الاولوية نحن وبعضنا البعض. احنا كدول عربية عندنا ازمة كبيرة في دول بتعاني، فيجب على الدول العربية ان تدعم بعضها في ظل هذه الازمة ونبعد شوية فيما معناه عن ضخ استثمارات اكبر مع دول غير عربية. يجب ان ندعم الدول العربية اللي موجودة في ازمة حاليا. الوضع الحالي بيقول لحضرتك ان احنا النهاردة داخلين على انهيار اكبر للجنيه المصري رغم النظرة التفاؤلية للسيد رئيس عبد الفتاح السيسي والنظرة التفاؤلية ايضا للسيد رئيس الوزراء. ولكن اللي عايز اقوله لك ان انا بجيب لك الحقيقة وبجيب لك الوضع الحالي بوضوح وصراحة. الوضع الحالي بيقول من مؤسسات دولية بتنقل عنها بلومبرج انها ماشية نحو ما يسمى بالدريب او سقوط. زي ما مكتوب كده دريب دريب دريب، سقوط سقوط سقوط. اللي بيحصل انه خلال الفترة القادمة بتتوقع المؤسسات الاقتصادية الدولية، بل انها بتعدل توقعاتها عن الفترة الماضية. يعني توقعاتها انه الديبريكيشن او التقلص، تقلص قيمة الجنيه المصري كان على وضع، كان على توقع من شهر، النهاردة التقلص ده وقيمة او تقلص قيمة الجنيه المصري تغيرت الان. رقم اتنين بينتقدوا السياسة النقدية والمالية في مصر. بيقول لك انت النهاردة لم تتبنى سياسة تحفيزية للمستثمر، وفكرة انك لم ترفع معدل الفائدة عندك في مصر دي فكرة كانت سلبية لانها لم تؤتي ثمارها والوضع اصبح اكثر سوءا. رقم اتنين بدل ما انت متجه نحو التقليص يعني بتنقط كده زي ما قلت لك دريب، عمال تنقط وتقلل في قيمة الجنيه بشكل بسيط. انت هنا بتوحي او بتشير لانه مع ده انت كل يوم متوقع انه بيحصل تقلص لقيمة الجنيه. يوم الثلاث الماضي تخطى الجنيه المصري وتجاوز الخط الاحمر اللي كان عليه في 2016، ومن ساعتها للنهاردة احنا في اكبر رقم تقلص لقيمة الجنيه المصري على مدار تاريخه. ده معناه انه مع التنقيط اللي احنا بنشوفه بحسب المصطلح، التنقيط ده بيقول لك انت خلال فترة قادمة هتتقلص وتتقلص وتتقلص. على نهاية السنة بتقول اقتصادية من مؤسسة اسمها ستاندرد تشارترد بي ال سي اسمها كلارس ليم، بتقول لك انه على نهاية السنة هيكون الجنيه يعني 1 دولار يعادل 20.75 جنيه، ده السعر الرسمي اللي هيكون موجود في البنك المركزي المصري، ده بعيدا عن السوق السوداء. رقم اتنين توقعات، قال لك انت خلال الفترة القادمة والعام القادم ومع قرب الحصول على قرض صندوق النقد الدولي متوقع انه الجنيه يفقد 15% من قيمته. نوضح اكتر، الجنيه فقد في مارس 15% من قيمته بعد التعويم اللي حصل في وقتها. بعدين من وقت مارس لغاية النهاردة مع الدريب اللي انا بكلمك عليه او التنقيط البسيط كده كل يوم قرشين 3 5 6 النهارده فقط حوالي 6% من قيمته من مارس، يبقى المجموع كده 21%، ده بالسعر الرسمي للبنك المركزي المصري بعيدا عن السوق السوداء. هاجي لك الوقت في وضع السوق السوداء. خلال الفتره القادمه لغايه وقت الحصول على قرض صندوق النقد الدولي او مع الحصول على القرض 15% تقلص في قيمه الجنيه المصري، معنى ده انه ممكن يوصل لحوالي 24 جنيه للدولار او بالظبط 24.6 جنيه للدولار بعد تعديل التوقعات السابقه اللي كانت بتتكلم على 21-22 جنيه للدولار خلال الفتره الماضيه اللي هي كانت من اسابيع. يعني التوقع بيفرق، مش بتكلم بقى على شهور، انا بتكلم على اسابيع. توقعات المؤسسات الدوليه، يعني اللي انا بقوله لك ده والارقام اللي انا بنقلها لحضرتك دي ارقام بلومبرج ايكونوميز، هي اللي بتقول الرقم ده 24.6. خد عندك انهم بيقولوا ان ده مش مؤشر سلبي، تخيل. يعني معنى انك تضع الجنيه في قيمته الحقيقيه وان الجنيه يكون في البنك المركزي سعره يعادل السوق السوداء، ده مش مؤشر سلبي على الاطلاق، بل بالعكس ده هيكون واضح
او واضع سياسة واضحة لسعر الجنيه المصري امام الدولار، وبالتالي المستثمر هيبقى عارف راسه من رجليه، هيبقى عارف ان الجنيه ده وضعه النهاردة كذا، وهيبقى عارف ان سعر الفايدة عليه وضع الفلاني، وبالتالي هيتجه نحو انه يعرف او يحدد قراره هل سيستثمر ام لا يستثمر. مع التوصية من قبل هذه المؤسسات بيجب ايضا انك ترفع الفائدة، لانه القرار السابق اللي حصل من اسابيع ده ايضا كان سبب فيه او دافع اكبر لتقلص قيمة الجنيه. خد عندك توقع تاني من قبل بنك ابوظبي التجاري، بيقول لك انه خلال الفترة القادمة ومع حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي ستتقلص قيمة الجنيه لتصل لحوالي 1 دولار يعادل 23 جنيه. انا بحاول اجيب لك كل التوقعات الخاصة بالفترة القادمة، كلها تشير لانه تقلص طبيعي جدا في قيمة الجنيه بالوضع الحالي. الدولار عمال يخبط وعمال يضرب وماشي في طريق معين، واحنا كعملة وعملات العالم الاخرى عمالة تتضرر بشكل كبير جدا. ولكن عشان نفهم الصورة اكبر لازم نوضح انه مؤسسة جولدمان ساكس بتقول لك كمصر يجب عليك انك تعمل ما يسمى كده بالوان ستيب ديبريكيشن، يعني تقليص القيمة اللي هي الخاصة بالجنيه بمقدار 21 ل 22 جنيه للدولار، بدل النهاردة ما انت عمال تنقط زي ما بقول لك كده وبتتكلم على 19 وشوية، 19 و6، 19 و76، تعال قول لي او تعال اتكلم على 20 او عفوا 22 مرة واحدة، 21 مرة واحدة. انت هنا بتعطي مؤشر ان انت عندك فليكسيبل اكستشينج ريت او سعر صرف مرن بمعنى اصح. رقم 2، سعر الصرف المرن ده هيكون محفز ومشجع للمستثمر على انه يقدر انه يتبنى او يتجه نحو السوق المصرية. ولكن عايز اقول لك برضو انه الموضوع مش بالبساطة دي او بهذا الوضع اللي انت او اللي احنا شايفينه. الموضوع ان انت عندك بنك فيدرالي امريكي، لو حتى انت استجبت للي بيقولوا عليه ورفعت الفايدة في البنوك المصرية، يعني قرار محافظ البنك المركزي الاخير لم يرفع سعر الفائدة، وبالتالي هو قلل بس الاحتياطي الموجود عند البنوك. القرار ده لم يؤثر على شيء، بل بالعكس القيمة الخاصة بالجنيه عمالة تتقلص، ودي سياسة واضحة قالتها وزيرة الاستثمار المصري. قالت ان احنا سياستنا هي التقلص التدريجي لان الاقتصاد المصري لا يتحمل صدمة التضخم القوية مرة واحدة. وده عايز اقوله لك كمواطن، الدولة المصرية النهاردة في وضع لا تحسد عليه، يعني لو قامت الدولة المصرية بسماع نصائح الخبراء الاجانب كل اللي امامي بيقول لك يعني تعويم بشكل مباشر، ضع الجنيه في قيمته الحقيقية. انا هجيب لك قطعة كده او جزء من المقال بيقول لك فيه انه السلو ديفالويشن او التقلص البطيء للعملة يعزز من توقعات ان الجنيه سوف يستمر في ان يصبح اضعف واضعف، وبالتالي يجب على الدولة ان تغير من هذا التوقع، او يجب على المسؤولين عن سعر صرف الجنيه مؤسسة المالية في مصر ان تغير من هذا التوقع، لان الخوف من تقليص قيمة العملة، انت كل يوم متوقع ان العملة تتقلص، فده بيؤدي لرفع التضخم شيئا فشيء اللي وصل لاعلى مستوى ليه في 4 سنوات. توقعاتي مع حضراتكم انه لماذا تفائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في نظرته وقال انه ان شاء الله قريبا ستنفرج الازمة. اللي انا شايفه هنا انه مع قرض صندوق النقد الدولي اللي هتحصل عليه مصر، واللي الفكرة طبعا اول ما بتكلم على قرض هي فكرة غير محبذة لكثير من الناس والبعض بنظر لها نظرة تشاؤمية، ولكن لو انت بتتكلم بنظرة واقعية اكتر هتجد انه لا اكثر او لا مزيد من التشاؤم اكثر مما نحن عليه. نحن في وضع لا يجب ان تبحث عن حل تقليدي، اما انك تبحث عن حل جذري للامر او لا تستطيع ان تواجه الازمة، وبالتالي الحل هو صندوق او قرض صندوق النقد الدولي. هتقول لي هو القرض حل غير تقليدي؟ هقول لك ما هو القرض مش متوقف على القرض، خد عندك الرقم ده وضعه في الذاكرة، عندك 20 مليار دولار استثمارات مرهونة بهذا القرض من قبل الدول العربية. يعني الدول العربية سواء بتكلم على استثمارات او ودائع هم مرتبطين او رابطين ضخ هذه الاموال في السوق المصري بحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي. ليه؟ لانه القرض اللي هتحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي هيحاول انه يضع العملة شوية في قيمتها الحقيقية. وخد بالك لو قارنت حضرتك وضع 2016 بوضع النهاردة هتجد ان الادارة النهاردة للازمة الحالية اسوأ بكتير من ادارة 2016 للاسباب التالية. ادارة 2016 هو تعويم بشكل مباشر، فانت وضعت الجنيه في قيمته الحقيقية، وقفت السوق السوداء بشكل مباشر، رجع الجنيه يتراجع او الدولار يتراجع قيمته مقابل الجنيه بشكل تدريجي وفضل ثابت على مدار سنتين كاملين. النهاردة عومت تعويم اول ما نفعش، كل شويه القيمه بتقل، بتيجي النهارده تعوم او تحاول انك تصل لحل رغم انه الحل بيفرض عليك انه يجب ان تضع الجنيه في قيمته الحقيقيه. اذا كنت تريد استثمار، اذا كنت تريد عمله صعبه ان تدخل لك في السوق المصريه، فيجب ان تضع الجنيه في قيمته الحقيقيه. وعود وعد بها رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي انه على المستثمرين ان يطمئنوا، لدرجه انه عمل ما يسمى بالجولدن بزنس لايسنس او الرخصه الذهبيه اللي بتوصى عنها مصر لأول مرة للمستثمرين. من اللي أنا شايفه أمامي أنه في كتير جدا من التسهيلات المتاحة النهاردة للمستثمرين في مصر، بل قال لهم كده
أنا النهاردة اللي هيرمي قرش عندي في الظروف الصعبة دي هيكسب أضعاف مضاعفة عندما تحل الأزمة على يعني في خلال الفترة القادمة. لكن هو تحدث هنا عن استثمارات متوسطة أو طويلة المدى في السوق المصري هتكسب بها يعني أرباح مضاعفة عن الوضع اللي أنت متوقعه. عايز أقول لك أنه في حاجة مهمة جدا لازم نضعها في الاعتبار وهو ما يسمى بعجز الميزان التجاري. هقول لك رقم كده نضعه في الحسبان. من أسباب الأزمة الحالية أيضا هو أن احنا بنتكلم على كم واردات أكبر من كم الصادرات، وده أيضا عامل ضغط على العملة الصعبة. خد عندك الرقم ده، وهنا أنا بتكلم بشكل غير رسمي، يعني كم الواردات اللي أنت بتتكلم عنها كحكومة بتستورد سلع من بره غير كم الواردات اللي أنت بتتكلم عنها كتجار بيحاولوا يشتروا سلع خارجية زي السيارات عشان يجيبوها السوق المصري، وده اللي بتحاول الحكومة إنها تقلصه أو الدولة إنها توقفه عشان الرقم اللي أمامي أما يتغيرش أو يصبح رقم غير حقيقي. أنت عندك بتستورد، ودي بأرقام شهر 7 الماضي، بتستورد عندك بحوالي واردات 5.8 مليار دولار، بتصدر ب 3.1 مليار دولار، ده في شهر اسمه شهر 7، جايب لك شهر كده يعني يقيس بالوضع في المتوسط. فانت هنا عندك عجز حوالي 2.68 مليار دولار. العجز ده انت المفروض انك بتتحمله وبتحاول انك تبحث بيه عن عملة صعبة، وللأسف هي مش موجودة لانها مش في البنك، لانه حتى لو المواطن له عملة في البنك مش هيحتفظ بيها في البنك المصري لانه هيحاول انه يعني يحولها من بره او يحتفظ بيها عنده لانها مش في قيمتها الحقيقية. اللي احنا عايزينه انه الجنيه المصري او الدولار تحصل عليه الدولة بدل ما يحصل عليه التاجر في السوق السوداء، او يحصل عليه من يحاول ان يبحث له عن مصلحة او فائدة شخصية بدل ما يروح في مصلحة الدولة وتنتفع به وينتفع به المواطن. دي المعادلة اللي احنا بنتكلم عنها. طول ما الدولار قيمته في البنك غير قيمته بره في السوق السوداء، فانت هنا امام وضع صعب جدا للعملة المصرية، لانها المفروض انك يعني مخزن قيمة العالم النهاردة هو الدولار. في النهاية بشكركم جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.